الأخ أبو عبد الملك من المغرب يقول: من فاتته ركعة في الصلاة الجهرية وأراد أن يقضيها أن يتم، هل يجهر بالقراءة أم يسر؟ نعم، هذه من أيضا من السنن التي يجهلها كثير من الناس. نعم، إذا فاتت الصلاة الإنسان أو ربما أدرك ركعة مع الإمام مثلا في صلاة العشاء أو صلاة المغرب أو صلاة الفجر ثم قام ليقضي، هنا يجهر بالفاتحة وما بعدها من كتاب الله عز وجل، لنعرف أنه في الركعتين الأوليين من كل هذه الصلوات. نعم، صلوات الليل صلاة المغرب والعشاء والفجر هي جهرية. نعم، هي جهرية للرجال والنساء. فإذا قام يقضي فإنه يجهر بالقراءة، لكن يجهر يعني جهرا يسيرا بحيث لا يؤذي من بجانبه من يقضون. نعم، من يقضون معه، لكنه لا يعني يقرأ بها مخافة بينه وبين نفسه، بل يطبق السنة يقرأ قراءة جهرية. ومثله لو قدر أنه فاتته الصلاة بالكلية وهي صلاة جهرية، صلاة مغرب أو عشاء أو فجر، فإنه يصليها جهرا كما يصليها الإمام. بل حتى لو قدر أنه فاتته صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فإنه يقضي صلاة الفجر جهرا كأنه يصليها في وقتها. وهذا حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته لما عادوا في من الغزو وكانوا مرهقين، فقال عليه الصلاة والسلام: من يحفظ علينا صلاتنا الليلة؟ قال بلال: أنا يا رسول الله. فكان يقاوم النوم رضي الله عنه وأرضاه، ثم أراد أن يستريح على بطن جمل فاتكى عليه ونام، ولم يوقظهم إلا حر الشمس. وهذا أنا أقول سبحان الله من رحمة الله، لأننا عرفنا أحكاما لا تحصى بهذه الحادثة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظوا فزعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من حرصهم على الصلاة وتعظيمهم لها، رضي الله عنهم، أرادوا كادوا يقتتلون من في الوضوء لأجل أن يبادروا بالصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انتقلوا من هذا الوادي فإنه حضرنا فيه الشيطان. فانتقلوا من هذا المكان إلى مكان آخر. وليس انتقالنا اليوم بالسيارات بسرعة، يحتاج حمل الأمتع على الإبل ثم تحريكه حتى ذهب إلى مكان آخر. ثم العجب، أمر بلالا فأذن صلاة الفجر، فأذن ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم السنة الراتبة. صلى النبي صلى الله عليه وسلم السنة الراتبة، راتبة الفجر، ثم صلى بهم الفجر جهرا عليه الصلاة والسلام كما يصليها في وقتها. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ، جزاكم خيرا.